الأخبار من ATV وفيها من القاهرة. الغانم يؤكد: مؤتمر الأزهر لنصرة القدس رسالة إلى العالم بإنسانية القضية. الوزراء يحقق في مناقصات تم ترسيتها دون توقيع عقودها. العدساني للخرافي: استقالتك أو استجوابك. بقرار من الصبيح، مجلس إدارة جمعية كيفان المنحل يعود من جديد. في ذكرى وفاته 12، أمير القلوب حي في القلوب. ومن العناوين إلى التفاصيل: عقب اجتماعه والوفد البرلماني المرافق له مع شيخ الأزهر على هامش مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بالقاهرة، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إقامة المؤتمر خطوة في الطريق الصحيح، وأنه سيبعث رسالة إلى العالم بأن قضيتنا حقيقية وإنسانية وتمثل الديانات كافة. تشرفت أنا وأخواني أعضاء الوفد الكويتي باللقاء مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتناولنا العديد من المواضيع والأمور التي تهم الأمة الإسلامية، وشكرنا حقيقة على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذا المؤتمر المعني بنصرة القدس. ورأينا كان كما ذكرناه في هذا الاجتماع بأنه لو حقق هذا المؤتمر فقط تسليط الضوء على هذه القضية والمساهمة بإعادة نشر الوعي بأهمية هذه القضية لكفى كإنجاز، رغم أن طموحنا إن شاء الله بأنه سيكون لشيء أكبر وأهم، وخاصة أنه سيرسل رسالة إلى العالم بأن قضيتنا قضية حقيقية وقضية إنسانية وقضية تمثل كل الديانات، لأن كل الديانات ممثلة في هذا المؤتمر، وستعبر الكلمات عن حقيقة هذه القضية. اطلع مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك بناء على طلب بعض الجهات الحكومية بإلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات العامة أن أصدرت قرارات بالترسية في خصوص كل منها وفقا للإجراءات القانونية خلال الأعوام 2013-2014-2015. ونظرا لما يحيط بهذه المسألة من شبهات، فقد قرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها، رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد. أعلن النائب رياض العدساني أنه سيقدم وبمشاركة النائب عادل الدمخي استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بسبب عدم الرد على الأسئلة وتقديم معلومات مغلوطة، مضيفا أنه سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء لإقالته. هناك أمرا، إما تقديم الاستقالة أو راح أوجه الاستجواب، راح يكون بعد استجواب الموجه لوزيرة الشؤون. أنا على قناعة تامة أن الاستجوابين ما لهم علاقة بعض، حتى لو يكونوا في نفس اليوم، لكن احترام للزملاء الأفاضل سواء لمؤيديني في الاستجواب أن راح نأيد ونعطل الاستجواب مؤقتا ونؤجله حتى ينتهون الأخوة الأفاضل من استجواب وزيرة الشؤون. وأيضا سوف يكون معي في الاستجواب الدكتور عادل دمخي، وقد يكون هناك آخرين بتأييد هذا الاستجواب والتقديم معا، لأن كما ذكرت وبأختم بالجزئية الأساسية، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عليه التنسيق والتعاون بين السلطتين. إذا كانت البداية إعطاء معلومات غلط وغير دستورية وعدم الإجابة الأسئلة البرلمانية، فراح اعتماده أكثر من ذلك. فوجه رسالة لرئيس الوزراء، إما إقالته أو هو يستقيل أو الاستجواب بعد استجواب وزيرة الشؤون.
أحالت وزارة الإعلام قناة أي تي في إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة للقضاء، وذلك على خلفية لقاء للدكتور عبيد الوسمي يوم الخميس الماضي في برنامج باختصار والذي يقدمه الزميل أحمد الفضلي. جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الإعلام محمد الجبري بسبب تطرق الضيف إلى موضوعات تمس السلطة القضائية. أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً يلغي القرار الوزاري السابق بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية، وطالب القرار الجديد مجلس الإدارة المعين تسليم ما لديه من مستندات وعهد متعلقة بالجمعية إلى مجلس إدارة جمعية كيفان خلال 3 أيام من تاريخ إصدار هذا القرار. لا تزال وستظل ذكرى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد عالقة في القلوب، وسيظل الكويتيون يستذكرون يوم 15 من شهر يناير من كل عام بالحزن والأسى واستذكار مناقب ومآثر فقيد الكويت. ومن مجلس الأمة التقى مراسل أي تي في عيد الفضل بعض النواب والذين كانت لهم هذه الكلمات في ذكرى وفاة أمير القلوب. أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد رحمه الله قاد السفينة أثناء ما تعرضت بلدنا الحبيب الكويت لمخاطر، منها الغزو العراقي الغاشم، وكذلك بعد التحرير قاد عملية الإعمار. نسأل الله له الرحمة، وما زالت ذكراه عالقة في قلوب جميع الكويتيين. نستذكر هذه الأيام في والدنا وأمير القلوب رحمة الله عليه، ونسأل له الرحمة والمغفرة إن شاء الله. هو يحتل مكانة رفيعة ومكانة عالية ومميزة في قلوب الكويتيين عموما بما يقوم به من أدوار في عمل الخير، بما كان يحرص على أبناء الكويتيين، بما يعني قام من جهود في دعم الشعب الكويتي. ولذلك بلا شك أن ذكراه إن شاء الله تكون ذكرى طيبة وذكرى خير وذكرى دعاء بأن الله سبحانه وتعالى يكرمه إن شاء الله بجناته والله يرحمه برحمته. وفي الذكرى 12 لرحيل أمير القلوب أجرى مراسل أي تي في فهد الزايد لقاءات مع المواطنين والذين اجتمعت كلماتهم على التعبير عن حب أمير لا يزال حيا في القلوب، ورفعت الأيدي تضرعا إلى الله بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. هذا أبونا الله يرحمه، أبو الجميع، أبو الديرة، يعني كل شيوخ الله يغفر لهم، يعني دولة كل تطور من تطور لتطور في زمانه، يعني وزمان حكمه 29 سنة الله يغفر له، يعني تطورت الديرة أكثر وأكثر. الشيخ جابر رحمة الله عليه يعني غني عن التعريف، يعني الشيخ جابر الأحمد أمير القلوب الناس كلها، سواء على مستوى بالكويت أو خارج الكويت، فالله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. عشان نتكلم عن المرحوم غفر الله له، يعني يكفي إنه يوم يه ويكفي دموعه اللي في الغزو أيام الغزو، ويكفي يعني ما نتكلم، يعني إحنا مقصرين بحقه صراحة، الله يرحمه ويغفر له، بس ما نقول له هذه. الكل يعني يشهد له إنه كان له مواقف، ويعني خصوصا مع الشعب الكويتي ومع الشعب حتى قبل الغزو كان يعني الله يرحمه يعني يهتم في الشعوب يعني. ولله الحمد يعني كان سمعته وايد كانت طيبة والحمد لله، لكن الله يرحمه ويغفر له يعني يومه، وهذا شيء غدر لازم نكون يعني نؤمن فيه، والله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه، ما ننسى أيامه الحلوة وخاصة أيام التحرير يوم سجد لله شكر لله عودة الكويت، الله يرحمه وكل أيامه حلوة، وما ننسى فضله وتواضعه، ورجل متواضع وكافي أنه يحب الكويت، وحياته وروحها قضاها بحب الكويت، ورجل متواضع والله يرحمه الجنة، ونتمنى الجنة إن شاء الله فردوس الأعلى إن شاء الله، الله يرحمه الجنة. كافي إنه أمير، هو يسمى أمير الغلوب، وهذه كلمته هذه مسمى هذا حق أمير الغلوب، هذه ما سمت حق غيره، الله يرحمه الجنة. والله الحادثة أول ما نزل بعد يعني بعد التحرير، أول ما نزل الطيارة أول ركعة ركعها
وطلب فيها. هذه صراحة أعتقد كل الكويتيين ومشاعرهم أن كل واحد دمعته انزلت، لأن ما في أمير شفناه ولا بعمرنا أنه ينزل من الطيارة ويسجد سجدة يطلب فيها. ويا ريت أتمنى حاطين يم الميكروفون نسمع شنو الدعاء اللي قاله. الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله.